نجي على الطريقة اللي بعدها، نضغط على حرف ال W واللي هو بكرر لي انه الرسمة على قياس انا بحدد له اياه. هون خلينا نعطيه 3 لانه عندنا 3 اجزاء، جزئين يعني، هو بيعتبرهم 3. بنعطي هون القيمة كمان 40، بنشوف ايش راح يصير معنا. هون بنختار اللون عشان يميز لي عن اللون الاساسي، بعطيه رقم 1 راح يفرق لي اللون الله عنه. هون الارتفاع ما بهمنا، نحن عم نكرر بالعرض، بنشوف ايش راح يصير معنا. هون لاحظ مثل ما انا مكرر العرض عندي، هون تكرر عندي يعني 100%، حتى هون في درز لازم يركب كله فوق بعضه. هذا الشكل وهمي، اذا كبسنا اعطينا 3D خلص اختفى. هذا بس عبارة عن فرجيك شلون انت فيلمك راح يربط مع بعضه. لاحظ هون الشكل، كل شيء غير لون اجا، يعني كل شيء غير لون اجا من طريقة تكرار. هلا بنشوف هون مو ظاهر.